اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطية. الجزائر تسمح لسلاح الجو الامريكي بالمرور عبر اجوائها في اقصى تطور منطلقا من لوكسمبورغ وباتجاه افريقيا. RCH-455 للإزاف لسلاح طيران الجو الامريكي تمر فوق الأجواء الجزائرية على 9:51 اليوم وبعلو 31,000 قدم، مما يعني أن الوضع على العموم بين أمريكا وما بين الجزائر هناك اتفاقيات وهناك تسويات أكبر مما يتصوره الجميع. على أيان فالبوينغ C-17A جروماستر 3 مرت عبر الأجواء الجزائرية وكانت قد مرت من موناكو الفرنسية، مما جعل سؤالا كبيرا جدا حول إمكانية تسليم كل من روسيا وأمريكا قضية المرور عبر الأجواء إلا فرنسا، وهذا ما يزيد من الحنق الفرنسي خصوصا بالنسبة لجسر الفرنسي تجاه مالي، لأن أجواء مالي تدخل ضمن خانة الأمن القومي الجزائري، فالحسابات بين باريس والجزائر العاصمة تختلف عما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين روسيا، ما بين اتفاقيات أفريقام وبين الجزائر، وهذا لديه أكثر من مدلول. إن القرب الأمريكي الجزائري اليوم عبر السماح بالأجواء هذا يعطي أفقا مفتوحا لعلاقات عسكرية وحوار استراتيجي في الأفق القريب، خصوصا بعد خفض التصعيد في بعض الملفات على جوار الجزائر والمزيد من الحوار حول الشأن الليبي والمصالح الأمريكية الجزائرية بهذا الخصوص وإمكانية تدبير مثل هذا الوضع. نتحدث عن 4134 لعام 2004، هنا كان تسجيل هذه الطائرة. إذا بالنسبة للسفر 4134 4134 ستكون بمثابة شامة على وجه الفرنسيين الذين صدموا أولا بهذا المرور، خصوصا وأنه عبر التراب الفرنسي. وهذا ما يفيد أن التطورات الجارية اليوم في العلاقات الأمريكية الجزائرية تعطي شيئا مختلفا للغاية، لأن جميع التقديرات الآن هي تقديرات لديها أفق مفتوح باتجاه القارة وباتجاه أولا أفريكوم. هنا نطرح السؤال حول أفريكوم ومدى القرب بين تونس وما بين أفريكوم وبين الجزائر وأفريكوم. فالجزائر لا تصادم إلى حدود هذه اللحظة أي مشروع لأفريكوم. ثانيا، أن الجزائر لا تصادم الاتفاق الدفاعي التونسي الأمريكي ولا تصادم مصالح أمريكا غربا شرقا وأيضا شمالا، وهذا الذي يدفع البريطانيين والتحالف الإسرائيلي البريطاني إلى المزيد من العزل. إذن أولا العلاقة الأساسية ما بين كل من أفريكان قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا لا صدام مع البنطاغون والقيادة المركزية، لا صدام في الاتفاق الدفاعي. هذا يجعل أن الجزائر عامل استقرار أكبر بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية، وهذا الذي يعزل إسرائيل أكثر. كلما كانت العلاقات الجزائرية الأمريكية سوية وربما إيجابية، كلما عزل وبشكل كبير جدا الإسرائيلي ومخططاته تجاه الجزائر. إذن من الحكمة ومن الدهاء أيضا أن نجد أن حصار إسرائيل وحصار عدم الاعتراف بإسرائيل انطلاقا من علاقات استراتيجية بين الجزائر وأمريكا كان هذا جزءا من الأجندة، بالإضافة إلى التوازن الذي يخلقه الجزائريون من خلال علاقتهم بروسيا والسلاح الروسي والسماح أيضا لعمليات لوجستية
مفتوحة لصالح الأمريكيين. وهنا نطرح سؤال، إن كانت تم رصد هذه الاتفاقية التي كانت للساحل وأشهدتها فرنسا بانقلاب ولد عبد العزيز في موريتانيا وإبعاد تم رصد وقيادة الساحل وغيرها، كل ما سمي بغرفة عمليات تم رصد هذه القاعدة المتقدمة للعمل الأمريكي. بعدها مباشرة وجدنا فرنسا ودخول فرنسا إلى المنطقة، وأمريكا تستفيد من حالة إبعاد فرنسا، وهذا الإبعاد يعطي لأمريكا الفرصة في الحضور إلى أبعد حد في المنطقة وفي الساحل، لأن الفرنسي حاول أن يجعل بعد الذي حدث بالصفقة الأسترالية بخصوص الغواصات وبعد سوء التفاهم مع بايدن إلى آخره، أعطى القيادة مباشرة للاتحاد الأوروبي انطلاقا من عملية براخان. وهذه اللعبة الفرنسية البريطانية لعزل أمريكا في براخان وفي أكثر من منطقة، وخصوصا العلاقة البريطانية أيضا مع إسرائيل، دفعت الجزائر وأمريكا إلى التفاهم بخصوص حركة عسكرية موجهة لسلاح الجوي الأمريكي انطلاقا نحو أفريقيا. إذن الأجواء اليوم مفتوحة، وهذا ما نقلناه وبالتفصيل وبالتدقيق وبمعلومات مفصلة بخصوص مرور طائرات روسية. ونشرنا في وقت سابق للادعاءات الفرنسية بخصوص نقل السلاح الجوي الروسي لفاغنر نحو أفريقيا، وكل هذا تجاوزه الأمريكي، وبقي الموقف واضحا جدا، بل إن الطائرة اليوم وعلى 31 ألف قدم مرت في أجواء الجزائر مرورا عبر موناكو. وهذا يفيد بشكل كامل أننا أمام إعادة تقدير واسع للعبة الأوراق التي تستخدمها الجزائر، خصوصا عدم المصادمة مع المشاريع الأمريكية في تونس في غيرها. ثانيا احتواء الموقف بشكل أكبر. ثالثا الوصول إلى إعادة تقدير شاملة للعلاقات الأمريكية الجزائرية وفي كل النواحي وفي كل الملفات، وهذا الذي يجعل اليوم من فرنسا أكثر تهميشا، كما حدث تماما لفرنسا وهي تهمش وتبعد أمريكا من تمن راست ومن دول الساحل بمساعدة جزائرية في هذا التوقيت على وجه التحديد. وكان بوتفليقة عراب هذا المشروع، لكن في نفس الآن سنجد أن فرنسا انقلبت في غرب المتوسط، شمال غرب المتوسط، وفي هذه المنطقة الساحل والصحراء، لأن الهدف بالأساس هو الوصول إلى المزيد من إضعاف أمريكا في باقي المناطق. ولذلك المقصود منه تماما العراق وهذه المنطقة التي دخلت بعدها مباشرة بقاعدة بحرية في الإمارات وإلى آخره، ثم بتواجد عسكري مباشر في تحالف دولي ضد داعش وغيرها. وكل هذا يعرفه جيدا الأمريكيون، وكما يشارك تماما الفرنسيون في العملية ضد داعش، العملية المنطلقة من العراق بصفقات هائلة لتطال بملايير الدولارات. وجدنا أن الأمر أيضا يجب أن يكون منسحبا على المصالح الأمريكية في الساحل والصحراء. اليوم الأمريكي انطلاقا من الجزائر مرة أخرى، وكما سلمت الجزائر نفس التسهيلات لسلاح الجو الروسي، سلمته لسلاح الجو الأمريكي بعيدا عن فرنسا. وهذا الذي مرة أخرى يثير إشكالا كبيرا لدى الفرنسيين ولدى المؤسسة العسكرية، لأن فرنسا اليوم هي التي تحتاج الجزائر، ويضغط الجزائريون جهد الإمكان في ضوء هاتين العلاقتين لإبعاد فرنسا ولحصار مخططات إسرائيل كما يظهر. وهذا الذي دفع بهذه الطائرة أن تقدم إلى أفريقيا عبر الجزائر. والجزائر في هذه المرحلة على وجه التحديد تضع
ترى أن العلاقات الاستراتيجية مع الأمريكيين لعزل إسرائيل وعزلها أيضا في الاتحاد الأفريقي وعزلها من الساحل، وهذا مهم جدا، لأنه كلما توسعت أمريكا عزلت إسرائيل من الساحل، وهذا ما لوحظ في تشاد. في تشاد عندما أصبح الأمريكي أقوى عزلت فرنسا، وبعدها عزلت أيضا إسرائيل، وهذا يفيد بشكل أكبر الجزائر واستراتيجيتها، هذه من ناحية تشاد. ومحاولة الحوار جهد الإمكان مع تشاد ومع هذه المنطقة على وجه التحديد وإلى خليج غينيا، هذا هو التصور الذي يريده الجزائري، ليس فقط عبر الروسي ودبلوماسية شنغريحة الدفاعية إلى جانب روسيا، إنما أيضا وهذا مهم جدا خلق توازن مباشر لهذا الموقف، نعم لروسيا لكن لا مصادمة مع أمريكا. ومن الأساس فإنه كلما زادت فرنسا الضغط عبر الماك وعبر غيره من الأوراق، فإن الجزائر ستذهب أبعد باتجاه عزل فرنسا عن الساحل، لأن العزل لن يتم عبر الجزائر، إنما سيتم عبر تواجد أكبر لروسيا، وهذا معروف. والذي ورث حقيقة فرنسا في شرق ليبيا هم الروس، والآن في غرب ليبيا يريد الجميع التعاون مع تركيا، ولكن على أساس مصالح متقدمة من انطلاقا من الجزائر لحماية المصالح الأمريكية الجزائرية، وهذا هو المقصود تماما. لذلك فإن المزيد من الاستقلالية لتركيا في الملف الليبي، وأيضا المزيد من التعاون الجزائري الأمريكي، هذا سيفضل فيه البنتاغون عموما المزيد من الحوار مع الجوار الإقليمي مع دول الجوار بالنسبة لليبيا. وهذه الخطة التي أعلنتها وزيرة الخارجية التي أكدت في مؤتمر وإلى جانب العمامرة عن هذه القضية، عن قضية الجوار. وإن لاحظنا فاليوم هناك فرنسا التي انتقلت من شرق ليبيا إلى قاعدة في قلب مصر في عمق المصري للمتابعة، وهذا لاحظناه بشكل مباشر وبالوثائق الآخرة. ثم بعدها سنرى أن هناك أيضا أمريكا في السودان، ومن السودان عبر تشاد وهكذا. فبالنسبة لهذه الدائرة وهذا الجوار كله يساوي هذا التعاون مع أمريكا، ودعمه الآن سيحاصر بشكل كبير جدا فرنسا، وأيضا فرنسا من داخل مصر، وهذا هو الشيء الذي لم يقبله الأمريكي، لأن هناك أصلا الجزائري الذي يمنح فرصة أكبر وبهامش أوسع، خصوصا بالنسبة للعمليات اللوجستية، تقديم التسهيلات اللوجستية الموجهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية كما يظهر الآن. وهذا الخط الذي قطعته طائرة C-17 E Globemaster 3، سنجد على أن ما بعد هذه الرحلة ستكون رحلات أخرى، أولا قادرة انطلاقا من لوكسمبورغ التي فيها أساسا جزء من المخابرات العسكرية، يعني أن حالة المرور هذه فيها عناصر من المخابرات ومن DIA على وجه التحديد. إذا ما سلمته الجزائر ليس سهلا، وحصار فرنسا انطلاقا من هذه العلاقة مع DIA قد تقلب الموازين. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.